تعمي الراجل كي يجيك شكون في وقتنا هذا من تخطبك في بنتك ما غير ما تقوله لا ونصرف عليها وبنتي دلولة وبنتي تقرا ما غير ما تقول هالو الموضوع هذيك راك تحشم في روحك راهم هم من وراك يقولوا اه هاي هو صرف عليها اكثر منك هو تويك يعطي فيها في النفقه وهي مازالت في دارك هي بنتك تويك على ذمتك انت بنتك ولا مخطوبه ولا شيء وهو قاعد ينفق عليها وانت ما في بالكش خاطر البنيه نتاعك في الليل تتشهى في البيتزا وتتشهى في المقلوب وتتشهى في العصير وتتشهى في الجلاس وتتشهى في الجازوز وشكون يجيبهم لهذوما في عقاب الليل فاك الشارع يجي على مطور وشعره كبرشته وحالته حليله ويقول وتطلع عليه هيك البومه من الشباك يرميلها خاطر انت وقتها راقد وهي طلباته هو وهو شري لها وقت اللي تمرض وانت تبدا تخدم الو والله يا حبي يا راسي وجعني هو يكون كر عبد يجيب الدواء وجهه يجري انت وقتها تخدم ما طلباتكش لذلك فما شكون قاعد يصرف عليها قبلك انت تنحلف عليها هو قاعد يصرف عليها اكثر منك انت كي يجيك شكون يخطبك فيها وافقته لا تبدا تقول مدللها لا شيء خاطر هو مدللها تدليل متاع واحد جايب منها الصغار يظهر لي قاعد ينفق عليها اكثر منك انت ابا بالراجل مسكين انت حليلك وكهو